إلى حال، والرئيس بوتفليقة حفظه الله تمكن بفضل سياسته الرشيدة والتفات الجزائريين حوله أن ينقل البلد من عهد إلى عهد، وستكتب كتب التاريخ أن عهد بوتفليقة سيؤرخ بما قبله وبعده، فالجمهورية ورشة كبيرة والسلم والاستقلال عنوان المرحلة، والجزائر أصبحت مرجعا في الوساطة الدولية لحل الخلافات ومكانا مفضل للحوار والتشاور. جزائر بوتفليقة هي جزائر زوالية، جزائر التي لم ترفع يدها على الفئات الوسطى، جزائر ساعدت أيضا كل راغب في النجاح في ميدانه. البوتفليقية تعني فتح المجال للنشاط السياسي، فتح مجال السمع البصري، عدم التضييق على الحريات. البوتفليقية عملت للجزائر والجزائر فقط، لذلك فالشرعية الرئاسية وشرعية المؤسسات خط أحمر بيننا وبين الذين يطلبون من أجل التغيير. نجتهد صادقين للبحث على أشكاله، فلا يرى إلا في أذهان هؤلاء الذين اعتادوا السمسرة في كل شيء وفي الحياة الأجواء الافتراضية. السيد الرئيس